اليوم نحكيو على البطولة، من بعد شوية أيضا مش نحكيو على إصابة نتاع حارس برشلونة تير شتيغن، إصابة خطيرة برشا وصارت فيها حتى الطرفة من بعد الإصابة دي والكل. خلينا نبداو بالبطولة اليوم باش تستكمل مقابلات الجولة الثانية للبطولة. فما مقابلات بالنسبة لليوم وفما غدوة أيضا ديربي الساحل بين الاتحاد المنستيري ونجم الساحلي. بالنسبة لليوم مباراة أولى زوج مقابلات تلعب مع 3:30 سي اس اس ضد اتحاد بن قردان في طيب المهيري، والمباراة الثانية باش تلعب ضد مستقبل سليمان ضد الترجي. مباراة مش باش تلعب في سليمان لأنه ملعب سليمان فيه أشغال والكل، ونرجعوا ديما نحكيو على أنه علاش الأشغال هذه ما تصيرش في الصيف وقت اللي ما فهمش كورة، علاش اليوم كي ترجع السيزون الجو التونسي كالعادة بيروقراطية وغيره والكل، الأشغال هذه حتى لو كان هي بسيطة مش حاجة كبيرة تصير في أون بلان سيزون معناها، ويلقى مستقبل سليمان روحه اليوم باش يلعب في قربة ضد الترجي، ويضطر انه حتى المشتركين نتاعو يعطيهم دي تي كي بلاش باش نجموا يدخلوا لاسباب تنظيميه وغيره. مش هذا الموضوع اللي باش نركزوا عليه، باش نركزوا على حاجه اخرى اللي هي زوز اشقاء اللي نحكيو على يوسف البلايلي وفارس البلايلي. يوسف البلايلي لاعب الترجي وفارس البلايلي لاعب مستقبل سليمان، اللي الزوز اليوم باش يغيبوا على المقابله هذه. نورمالمون يلعبوا كونتر بعضهم لكنهم باش يغيبوا الزوز، وسافروا الزوز للجزائر بعد ما اخذوا ترخيص من اداره الترجي واداره المستقبل سليمان. الاسباب الناس تتسائل البارح، فما شكون يقول لك عندهم حفل زفاف، فما شكون يقول لك عندهم حاجه جات ايرجون والكل، لكن انا نعرف علاش هاو باش نقول لك علاش. لانه عندهم قضيه في الجزائر في وقت سابق تم فما عمليه سرقه للمنزل نتاعهم، منزل نتاع عائلتهم الكبير، عندهم القضيه هذه ما زالت تتابع والكل، فمشاو للجزائر باش يدليو بالشهاده نتاعهم والكل. فالشيء اللي خليهم مش يكونوا حاضرين في مباراه مستقبل سليمان والترجي، وكل الاخبار التي تروج على انه ما حبوش يلعبوا على انه عندهم حفل زفاف وغيره لا اساس لها من الصح. به جول برشلونه ربي يفرج عليه. تير شتيغن اللي يتعرض لاصابه في مباراه فيريال الاخيره، عندنا تصويرته، عندنا تصويرته عندنا تصويره حتى نتاع الاصابه، هاي التصويره نتاع الاصابه لحظه الاصابه. اصابه مخطره برشا، نحكيو على اصابه في الاربطه المتقاطعه اون جينيرال، لكن ندخلوا اكثر في التقييم الطبي، مانيش طبيب لكن يقول لك فما في درجات في الركبه الاوتار نتاع الركبه من الخلف فما حاجات معينه، وكل شيء اللي باش يخليه يغيب تقريبا 8 أشهر كاملين على الملاعب. بالتالي تقريبا نهايه موسم تير شتيغن، يرجع كل الموسم القادم، وبرشلونه الان مضطر انه يلوج على حارس مرمى والا يعامل على حراس ولا الشبان اللي موجودين، واللي الحقيقه نعطيوهم عندكم شكونكم البرسا. انت تحب البرسا مش بيه تحب الريال جعفر؟ لا لا يا ولدي نحب البرسا. تو يقعد يخلص تير شتيغن ولا بالطبيعه يقعد يخلص؟ لا مسكين 8 شهور كان ما عادش يخلصوه. لا لا يقعد يخلص اللوبيا ما تجيش واصله بالطبيعه، اللوبيا ما تجيش برشا 8 شهور كراو دنيا. حارس منتخب تشيلي كلاوديو برافو اللي كان لعب في برشلونه من 2006 ل 2014، لعب 8 سنين كاملين في برشلونه، ثم مشى مانشستر سيتي وثم انتقل الى ريال بيتيس. الحارس هذا كان اعتزل نهائيا كره القدم في شهر اوت الفارت تقريبا، نحكيو على شهر تقريبا التالي. الشيء اللي خليه بعد اصابه تير شتيغن يصرح ويقول انا على ذمه برشلونه كان يستحقوا لي نرجع ملوغ ديزان في لوبونور دي زوتر. شفت كيفاه نجم نرجع من الاعتزال اليوم بعد شهر ونمشي لبرشلونه؟ طبعا ما سمع حتى حد نجم يسمع حتى حد، والحقيقه ما خيبها الحكايه، ما خيبها الفازه انه يجي. سا ديبون كيفاش قالها اختي. ليه هذا قال مش ندافع على البرسا راهو صديقو كيفاش قال؟ انا نعرف السيد ما معناتها واحد مازال طايح ومضروب وكل شيء، تمشي انت تقول تحط روحك في بلاصتك. الله اعلم بظروفه. ليه انت شنو تتخيل؟ اللوبيا ما تجيش. مش تتخيل قالها نتخيل قالها بمحبه، معناتها موجودين احنا لو كان الجمعيه تستحقنا احنا موجودين. مازال الراجل مضروب لابس عليه هكا ولا خويا هاني بالطبيعه. لكن هو شنو الطرفه فاش في انه حارس معناها في عمر 42 سنه تقريبا بعد ما كان اعتزل والكل، اليوم يرجع وعنده طموح انه يرجع. موافقه زينب ما تجيش والله ما تجيش. ديجا 42 تسمى كبير بالنسبه لحارس مرمى، كان جا لاعب ما يوصلش حتى 40 سنه معناها. هو كان جا في تونس ينجم يفهم روحه، خاطر 42 تسمى مكهب على 50، اما 42 في الاوروب تقول له حاجه باهيه، اما في تونس ناموسة به. فاليوم برشلونة مضطر كما قلت انه يتعاقد مع حارس مرمى جديد، طبعا مش يتعاقد مع كلاوديو برافو، لكن فما كلام على انه يمكن الحارس منتخب البولندي تشيزني، ربما الحارس السابق لليوفي، ربما يكون هو المعوض لتير شتيغن في البرسا. مازالت الامور مش واضحه لانه تعرف توا فترة الانتقالات اغلقت، دونك برشلونه كان باش يتعاقد مع حارس لازم يتعاقد مع حارس ما عنده حتى فريق توا الا يستنى الميركاتو الشتاء في جانفي. بالتالي
بناء الحارس الثاني لبرشلونة هو اللي باش يلعب مقابلات الجايين في انتظار الحسم، خاصة انه ادارة برشلونة البارح تقول انه مازال ما فما حتى شيء بخصوص التعاقد مع حارس مرمى. اعطيني لي برونوستيك نتاعكم لزوز ماتشات نتاع اليوم. اليوم عاودنا برافو سي اس اس واتحاد بنغردان في صفاقس. لا 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 انا البرسا الريال الجو ذاك اتحاد بنغردان في الجوله الاولى تعادل ضد النادي الافريقي ثم خسر بالاحتراز، وسي اس اس تعادل ايضا بنفس نتيجة. شكرا. كانت هذه هاني مشيت في بالك في الاوروب والله الماتش وين هو؟ انا باش نغادر. الماتش وين؟ في صفاقس. في صفاقس لعبة تصعب برشا، أما في بنغردان اتحاد بنغردان زاد تتحول. صفاقس أقرب بالنسبة لا سي بون لازم نقولوا اللي هما زوز نول، صفاقس وبنغردان نول، ترجي سليمان نول. هكا واحد واحد واحد. أنا نعتبر أنا نخالف صديقي تيسير، بالنسبة لصفاقس بنغردان نول والترجي سليمان نول. اوكي. لازم زاد هذيك. اللوبي ما تجيش، اللوبي ما تجيش. الزوز غالطين. الزوز غالطين من تو راني نقول. اوكي. وكان يطلع عنده الحق شنو يصير؟ نجيب له انا كادو غدا. اللي يجيب للناس الكل اللي عايش ولدي مش. شكرا هاني هاني. جيبوهم صحاح زوز نول نجيب لكم كل كادوات. مش باش تصير. اوكي بابا. اقعد 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 هنا عاد. سنجيمو. سنجيمو. مش تحضر لخوك تيسير اليوم.